يا اخوان كنت يوم من الايام في مغصة الاموت، كنت في مغصة الاموت، جاء شاب ابيض وسيم لكنه ميت. وبعض الشباب يحسب ايش؟ الموت لكبار السن، الموت لعمر 60 و50 و70. لا والله، امس صلينا في مسجد الشيخ احمد الحواش، والله الميتين اثنين شباب، والله شباب. طبعا يا اخوان واحنا نغسل هذا الشاب، والله يا شباب اثناء الغسيل تحول وجهه اسود اسود، والله اسود. خرج خوي، وين ابوه؟ سال ابوه، اول ما سالناه قلت ايش في ولدك؟ خوي قال ايش في ولدك؟ قال تكفى يا شيخ استر علينا، استر علينا، الله يسترك. ايش كان يسوي؟ قال يا شيخ كان جار المسجد وما يصلي ويشرب دخان، كان جار المسجد وما يصلي ويشرب دخان. يا الله، سألت بالله اللي ما يصلي تبى الله يفضحك؟ تبى الله يفضحك ولا تبى تعدل صلتك بينك وبين الله؟